يا رب جايين يا رب حتى نتقابل معك، جايين وعنا أشواق أن نكون في عرش نعمتك، أن نكون في محضرك، نطلب وجهك، نطلب حضورك. جايين يا رب يسوع حتى نعبدك، حتى نقدم لك عبادتنا وسجودنا، جايين حتى نطرح أكاليلنا عند أقدامك، جايين يا رب حتى يا رب نكون في شركة حقيقية معك. أنت وحدك الملك، أنت وحدك الرب السيد المالك على هذا المكان يا رب. رش المكان بدمك، أجواءنا أفكارنا، منتوب أمامك عن كل ما أحزن به روحك. طهر قلوبنا وأفكار قلوبنا بالدم الغالي الثمين، نقي حياتنا بدمك يا رب يسوع. تعال من جديد باسمك وبسلطان اسمك يا رب يسوع، قدس هذا المكان يا رب يسوع، واعلن حضورك على من حضر ومن سيحضر ومن يتابعنا عبر المواقع بالروح القدس. تلمس بالروح القدس، تقدس يا رب. نربط القوي باسمك ونطلق حضورك بالروح القدس، ملائكتك يا رب يسوع. يمتلئ هذا المكان بملائكة الرب، ومنعلن يا رب تسبيحك وترنيمك يكون ممسوح بالروح القدس، حتى نعبدك ليس من الشفاه لكن نعبدك بالروح وبالحق، لأنك أنت طالب مثل هؤلاء الساجدين لك بالروح وبالحق. اعلن ذاتك في وسطينا، عظم ومجد اسمك فينا. جايين طالبينك يا رب، عايزينك. مسح على الفريق، على المرنمين، على العازفين، مسح يا رب على كل يا رب سوع يا رب سوع اللي بيشتغلوا على السوشيال ميديا تحت الدم، على شعبك من يا رب يعبد في هذا المكان في اسم الرب سوع. اجتماعنا بين ايديك يا رب على الكلمة، ايضا على يا رب سوع الصلوات على اللي ترفع امامك يا رب. بدنا نتقابل معاك في هذه الليلة، تعال يا رب سوع وزين المكان بحضورك بالروح القدس. فيض بروحك على الاجواء يا رب، امسح واملأ يا رب روحك القدوس قلوبنا وافكارنا نفوسنا، يتعظم ويتمجد اسمك. نعلن سلطانك وحضورك ومجدك على هذا المكان يا رب يسوع، ومنعلن سموات مفتوحه فوق هذا المكان، ملائكه تصعد وتنزل على هذا المكان، سور من نار حول هذا المكان ومجد في وسطنا الان يا رب يسوع. نعبد بالروح ونعبد بالحق، بقلب واحد، بفكر واحد، عينينا مركزه على رئيس الامام ومكمله الرب يسوع المسيح. مجد وعظم اسمك وارفع رايتك فوق هذا يا رب يسوع شعبك يا رب، وتعال اسكن وسط تسبيحات شعبك. اعلن ذاتك وتمجد يا رب يسوع في وسطينا، لك الكرامة، لك كل الشكر والحمد والتسبيح، في اسمك القدوس نصلي ولاسمك نعطي كل المجد إلى الأبد، آمين. آمين. خلينا هيك مع بداية الاجتماع نيجي ونسكن روحنا ونسكن أنفسنا أمام الرب، نيجي كيف ما صلى الأسيس، ننظر لرئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. خلينا الليلة نيجي نتأمل في محبة يسوع، نتأمل في محبة يسوع اللي أجا خصيصا عشاني وعشانك وعشانك وعشان كل واحد فينا. بيقول بأفسس: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا، أحيانا مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. أجا أخذ مالنا وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. من عش حياتك
You saw me in a dream.
I'm
والشكر لك كل الحمد لأنك أنت أزلي، أنت أبدي، أنت الأول وأنت الآخر، أنت الحافظ العهد والأمانة، أنت صالح وإلى الأبد رحمتك. أشكرك يا يسوع لأنك أحبيتني برغم ضعفي، برغم يأسي، برغم خوفي، برغم ترددي، ولا مرة تركتني لحالي. أشكرك لأنك أنت اللي بتعطي جمال وبتعطيني جمال وبتعطيني فرح وسلام عوضاً عن اليأس وعوضا عن الرماد. أشكرك لأنك أمين وصالح في وعودك وفي محبتك. فيش كيف أحول عيني عنك يا إلهي القدوس. أمين. بيقول بكورنثوس: ما لم ترى عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. خلينا هيك نستيقظ ونعلن نصرة وغلبة بقيامة يسوع اللي غلب الموت وانتصر. خرج الأسد من سبط يهوذا غالب وعشان يغلب. هو اللي غلب الموت بالقيامة، هو الأول والآخر والحي، وهو اللي قال لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين. آمين. Thank you.
نشكره على الحياة، نشكره على القيامة، نشكره أنه قام هو منتصر وأعطانا الحياة. اللي على قلبه يصلي، اللي بيقوده روح الرب يرفعنا في صلاة، وأكثر من واحد بنفع. خلينا نيجي ونختار النصيب الصالح، نختار نكون بقرب قلب الرب، ونقول له تعال ودخلني لعمق جديد معك. لأنه وين أنت موجود وين أنت حاضر، هناك راحتي، هناك مسكني. أعطني يا رب قلبك. خليني أختار محبتك، خليني أتبعك من كل قلب صادق. وحدني لمجد اسمك، خليني أفعل ما تريد أنت، أكون وأمشي حسب مشيئتك، حسب إرادتك لإلي ولحياتي. خليني أحيا لأجلك ولإلك وحدك، ومش لأي حدا تاني. كل يوم الصبح في طهر نقي أفكارك، قل له تعال وحدني في هذا اليوم عشان أمشي حسب خطاك، ساعدني بنعمتك أتبعك عشان أقدر أعيش بقرب قلبك. صدقوني هناك السعادة الحقيقية. هوين نحكي، بس لا، هناك السعادة الحقيقية بموطن الرب يسوع. وين هو موجود؟ كان في البيت، إن كان في الشغل، إن كان في أي محل، في السيارة، ولا وين أنت موجود، تهلل بالرب، اطلب الرب ما دام يوجد، ادعوه، فهو كتير 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 قريب، كتير قريب مني ومنك، لدرجة أنت مش قادر تستوعب الإشي. بس هو قريب يسمع صوتك، هو بحبك وبحب يسمع صوتك وتنادي علي يا بابا تعال. اشتركوا
خدني إلى العمق،
إلى الحجاج. يا رب أنك
أمين يا رب. تسكن بركتنا في تسبيحنا يا ربي. ربي بارك عطايانا وتقدماتنا يا ربي لمجد اسمك ولملكوتك ولامتداد ملكوتك. خلينا مع بعض هيك نوقف نقول له حقا قام، هو غلب القبر وهزم الموت وحقا قام. آخر مرة راح نوقف. للرب المسيح قام، حقا قام. بارك اسم الرب يسوع. نشكره على نعمته، على قيامته، وعلى فرح القيامة، نصرة القيامة والغلبة اللي الرب صنعها في الصليب بالقيامة من بين الأموات. له نعطي كل مجد وإكرام وحمد وشكر. خلينا نصلي هيك.